اليوم بدنا نحكي عن 10 علامات على وجود مشاكل في الكبد، خلينا نهتم فيها وخلينا نقدر نلاحظ هل هاي العلامات هي عن جد اللي انا عم بشعر فيها او لا. فعشان هيك اليوم بدنا نحكيهم بالتفصيل ونشوف شو هي العشر علامات اللي ممكن اشعر فيها اذا كان عندي مشاكل بالكبد. وبتعرفي رند، يعني الموضوع كمان مهم لانه احنا بشكل عام بنقصر مرات بجسمنا وبصحتنا. صح. واول شيء بيتاثر بحس هو الكبد والكلى، يعني هدول العضوين اللي هم كتير بخوفوا وكتير بأثروا على الحياة الطبيعية للإنسان، إحنا ما مندير بالنا عليهم. مزبوط. لا منشرب مي كتير، ما منعرف إيش الدهنيات اللي لازم نبعد عنها. ولكن أنا مبسوطة، يعني اليوم كتير متحمسة أعرف شو هي العشر علامات. أوكي. هلأ وبتعرفي غادة، بس أعلق على حكيتي هلأ، الفكرة وين؟ إنه نحنا كتير بنفكر إنه نحنا ممكن نعمل أشياء ديتوكس أو إنها تتخلص الجسم من السموم، ولكن ما منعرف إنه الجسم هو أوريدي عنده الكبد اللي بخلصه من كل السموم، ولكن خلينا نحنا ما نزيدها على الكبد، ما ناخذ كتير دهون مشبعة، ما ناخذ كتير أملاح، ما ناخذ كتير قهوة، شاي، تيتنينز، لحتى نحنا نريح الكبد ونقدر انه الكبد يرجع ويجدد من حاله، لان احنا ما بنعرف انه الكبد قادر على تجديد الخلايا الموجوده فيه وانه يتخلص من بعض الامراض اذا كانت موجوده فيه. اذا كيف نعطيه؟ لازم نعطيه مساحه عشان يعمل الشغل اللي هو انخلق عشان يعمله. بالضبط. اوكي، شو العلامات؟ اوكي، اول علامه بنشعر فيها بالعاده لما يكون عندي او امراض او مشاكل في الكبد هو اوجاع في الجزء الايمن العلوي من البطن. فالاشخاص اللي بتشعر وجع بهاي المنطقه وبيكون الوجع بالعاده خفيف وبيشتد في بعض الحالات، نحن بنسميها كريزة وجع، هون أنا بكون عندي كيو أو ساين سيجنال إنه أنا احتمال يكون عندي مشكلة في الكبد. السبب الرئيسي لهذا الإشي إنه الكبد وظائفه ما بتقتصر بس على تخلص الجسم من السموم، ولكن هو بفوت بهضم كتير من الأطعمة والمواد الغذائية. فإذا بأثر على الجهاز الهضمي. مشاكل في الكبد بتؤدي إلى أورام، هاي الأورام هي اللي بتؤدي إلى أوجاع في المنطقة العلوية من البطن وخاصة على المنطقة اليمين. نعم. هاي أول علامة ممكن يعطيها جسمي على وجود مشاكل في الكبد. أوكي. تاني ومن أهم العلامات واللي هي احتباس السوائل، كتير بنشوف أشخاص عندهم نسبة احتباس سوائل كتير عالية، خاصة بالإجرين أو حتى بالقدمين أو حتى عند الكاحل. ما بنعرف شو السبب، ولكن احتمال كتير كبير إنه يكون عندي مشاكل في الكبد. لما الكبد يكون متضرر بحاول إنه يصلح نفسه عبر إنه ينتج سكار تيشوز نحن بنسميهم، أو أنسجة مجروحة وغير صحيحة. هاي السكار تيشوز بتأدي إنه الجسم ما يقدر إنه هو يدافع عن حاله بالطريقة الصحيحة أو يتخلص من السوائل المحتبسة فيه، فبتأدي إلى ارتفاع ضغط الدم بالأوردة الدموية اللي بتكون موجودة بالكبد واللي بنسميه البورتال هايبرتنشن، فبصير ارتفاع لضغط الدم بهاي الأوردة الدموية الموجودة في الكبد واللي بيؤدي إلى احتباس السوائل. هذا احتباس السوائل بيكون بكل الجسم، ولكن بظهر أكتر إشي بالقدمين أو بالكاحل بسبب الجاذبية اللي بتمسك المي وبتنزلها لتحت. فإذا عنا أي مشاكل باحتباس السوائل، إجرينا كتير دائما منفوخة، مش إنه بعد السفرة تنفخت شوي، لا، دائما في عندي انتفاخ بالإجرين بالقدمين، خلينا نروح ونعمل فحوصات لوظائف الكبد. ثالثا ومن أهم العلامات كمان عندي زيادة مفرطة بالوزن غير مبررة. الأشخاص اللي ما بأكلوا كتير وعندهم نظام غذائي شوي صحي ممكن انه يكون عندي مشاكل في الكبد. الكبد بيعمل على تخزين السموم اذا كان فيه مشكله بالخلايا الدهنيه اللي بصير من الصعب على الجسم انه يتخلص منها، فبنشوف هدول الاشخاص بيتبعوا حميه غذائيه قليله بالسعرات الحراريه، بيعملوا رياضه، ولكن للاسف ما بيشوفوا اي نتيجه. بالضبط. نعم. ما في اي نتيجه. هدول مثلا لازم يعملوا تحليل لوظائف الكبد. بالضبط. اول إشي قبل ما انه انا احاول اخسر الوزن بدي اعمل تحليل لوظائف الكبد واشوف اذا عندي اي مشاكل. رابع ومن اهم العلامات كمان عندي خساره الشهيه. مثل ما حكينا انه الكبد بياثر على الهضم بشكل كتير كبير، فاذا هو مربوط بالدايجستيف سيستم او بالجهاز الهضمي. اي مشاكل موجوده عندي في الكبد ممكن تاثر على شهيه الشخص وانه يفقد الشهيه على الماكولات. اذا كانت هاي خساره الشهيه او عدم الرغبه بتناول الاطعمه مقرونه مع خساره بالوزن بالاضافه لغثيان او تقيؤ، بيكون عندي هون كمان دليل انه انا عندي مشكله في الكبد ومن الافضل انه انا افحص انزيمات الكبد.
خامسا والأهم أنه بيكون عندي رائحة كريهة بالفم، وعادة هاي أول العلامات اللي بتظهر إذا أنا عندي أي نوع من المشاكل بالكبد. هاي الرائحة الكريهة سببها بالعادة البكتيريا اللي بتكون موجودة بالفم اللي بتنزل إلى الجهاز الهضمي وبتأثر على وظائف الكبد. حتى في إلها اسم اللي هو الفيتر هيباتيكس، اللي هي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتأثر على رائحة الفم وبتكون متعلقة بمشاكل في الكبد. فكمان إذا كان عندي مشاكل برائحة الفم، مش عشان أنا أكلت تومة أو بصل وما حلتها العلكة بالضبط، هون أنا لازم أفحص وظائف الكبد الموجودة عندي. أوكي. سادساً كمان إشي كتير غريب الأشخاص ممكن يصير معهم، واللي هي حساسيات مفاجئة. بالعادة الكبد هو المسؤول على أنه يتخلص من جميع السموم اللي بتفوت على الجسم أو المواد الغريبة. لما يكون عندي مشاكل موجودة بالكبد، العقل بشوف أي نوع من المادة الغريبة بتفوت على الجسم كأنها أنتيجن بدي أتخلص منها، كأنها مادة غريبة للجهاز المناعي لازم أني أتخلص منها، فبيفرز الهستامين وبيفرز الأنتي بوديز. هدول الأنتي بوديز والهستامين بحاجموا هاي المواد الغذائية. الطبيعي أنه هو الكبد يتخلص منهم، ولكن بما أنه الكبد مش شغال مش فعال، فبيلجأ الجسم إلى الجهاز المناعي اللي بشوفهم على شكل حساسية. فبتظهر عندي حساسية مفاجئة، إن كان بالإيدين من جوا، بكف الإيد من جوا، أو حتى على الإجرين من تحت. شو بيكونوا؟ حمر؟ حكة حبوب كتير صغار لونها أحمر. فممكن إنه هاي كمان تكون إشارة على وجود مشاكل بالكبد. يعني الواحد لازم يدير باله، لأنه برضو هذا ممكن تكون أعراض لأمراض أخرى إحنا ممكن نفكر فيها وما نروح لمشاكل بالكبد. نعم صح. بس تعرف في غادة، إذا أنا ما كان عندي هاي المشكلة من قبل وما كان عندي هاي الحساسية وكانت مفاجئة، خلينا نفحص الكبد بيكون أفضل. يعني مش غلط إنه نحنا دائما نعمل فحوصات كل 6 أشهر، كل سنة، أو حتى كل 2 سنين للأصغر بالعمر. مش غلط إنه نحنا دائما نطمن على جسمنا إنه عم بيشتغل بالطريقة الصحيحة. طيب. سابعاً. سبعة. رقم سبعة. سبعة اللي هو الإصفرار، إن كان بالأعين أو إن كان بالجلد. نحنا بنسميها صفيرة، الجوندس أو اليرقان. هاي طبعا بتنتج، هو مش مرض، اليرقان مش مرض، ولكن عارض انه انا عندي مشكله في احد اعضاء الجسم. بالعاده ما بيكون هو الكبد، فانا اذا بيظهر عندي لون اصفر على الجلد او حتى على البياض تبع الاعين، بيكون جسمي غير قادر على التخلص من خلايا الدم الحمراء المتكسره، الريد بلود سيلز اللي بتتكسر بالعاده بالكبد وبتنتج ماده البيليروبين. هاي الماده بالعاده لونها اصفر، فاذا الكبد غير قادر على التخلص منها بنتشر هذا اللون بالجسم وبيظهر على الجلد وعلى العيون. مهمه هاي. اوكي. ثمانية. ثامنا وكمان عندي متعلقه باليرقان، واللي هي لون البول بيكون داكن كتير. هاي المشكله اذا انا عم بشرب مي كفايه ولكن لون البول عندي داكن، اذا كان اللون برتقالي او مائل الى الكهرماني او حتى اللون البني، هون انا عندي مشاكل في الكبد ممكن يكون سببها اليرقان، فخلينا نشيك كمان على الكبد. تاسعاً واللي كتير أشخاص بيعانوا منه واللي هو الكدمات على الجسم. بالعادة لما يصير عندي أي ضربة على الجسم، الكبد هو اللي بيفرز البروتينات ليروح ويصلح الأوعية الدموية اللي بتتأثر من هاي الضربة. ولكن الزرق إذا صار في نزيف تحت الجلد. بالضبط. أوكي. بالضبط. هلا هذا الإشي إذا كان كتير ظهوره سهل، يعني إذا أنا بأي شغلة عملتها دغري زرق جسمي أو ظهر عندي الكدمات، هون بيكون عندي مشكلة بالكبد. عادة هو اللي بيفرز البروتين اللي بيساعد على التئام الأوعية الدموية وتصليح هاي الأوعية الدموية، ولكن مشاكل في الكبد بتخليه غير قادر على أنه يعمل هاد البروسس اللي بيؤدي أكيد إلى وجود كدمات بسهولة. عاشراً وآخر نقطة، إذا أنا عندي مشاكل بالكبد واللي هو التعب الدائم. طبعاً اللايف ستايل اللي إحنا بنعيشه أكيد بيؤدي إلى التعب الدائم، ولكن إذا استمر لأكثر من 6 أشهر وبلش على أنه رشح دائم، الأشخاص دائماً بتحس حالها مرشحة، تعطس الصبح، بس ما بيكون بسبب حساسية الربيع أو حساسية الشجر، هون بيكون عندي مشاكل بالكبد غير قادر أنه يفرز الطاقة من الجلايكوجين اللي بتكون مخزن بالكبد، واللي هو الجلوكوز اللي بتخزن على شكل جلايكوجين بالكبد، غير قادر على حرق الجلايكوجين ليفرز منه طاقة، وغير قادر كمان على تخزين الجلوكوز على شكل جلايكوجين لأنه ما عنده مساحة. بيكون عندي الكبد الخلايا اللي فيه بتكون متليفة، فما فيه مساحة أنه نحن نخزن فيه، فالشخص دائماً بحس حاله أنه تعبان وما عنده قدرة على الحركة. تمام، يعطيك العافية. شكراً رند. شكراً على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله يا ربي يبعد الأمراض عن الجميع.